أعتقد أن كل ما يقع الآن في الساحة السياسية هو يعكس شيء وحيد، وهو النظام الفعلي المتمثل في سيادة الأركان وعلى رأسها الجيش صالح. هم يمارسون سياسة المراوغة واستعمال كل الحيل للكتاب على مطالب الشعب. يعرفون جيدا من هم الأشخاص الذين محل قبول من طرف الشارع، ذو سيرة نظيفة معروف عليهم في الوطنية واليد نظيفة، ومن هم من كانوا يسيرون في دربهم وكانوا من ضمن بيادق النظام الجديد القديم. أعتقد أنه كل هذه المحاولة الحوار المزيف التي يرأسها كريم يونس هي محاولات النظام الذي يحاول الالتفاف على مطالب الشعب. أعتقد أن الوجوه أو الأشخاص، هناك العديد من الشخصيات الوطنية التي رفعت في على مدار 6 أشهر من الحراك، التي تطالب أو تكون محل توافق لجميع الشعب الجزائري مطالبة بهم، كما أن هناك العديد من البيانات التي صدرت عن جماعات وفرادى شخصيات وطنية وحتى أحزاب ربما كانت ربما بمجملها أن تسلم السلطة للشعب، لكن للأسف الشديد قيادة الأركان ما زالت تراوغ. وبالعكس مع الوقت حتى من كان هناك ربما عنده بعض من القناعة بأن هناك جدية أو إرادة سياسية من قيادة الأركان، لكن للأسف الشديد الآن عدنا الشارع الجزائري عاد يشكك حتى في ما يسمى بالتوقيفات أو الاعتقالات التي مست العديد من رموز النظام واعتبرتها بأنها لا 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 تتعدى تصفية حسابات سياسية أو محاولة الاستقواء طرف على طرف من العصابة أو من النظام. فيما يتعلق بإفراز الشارع قيادات للحوار، هل ترى بأن ذلك مرفوض من الأساس أن يكون هناك حوار، أم أن الشارع قادر على إفراز قيادات للتحاور مع القيادات الموجودة في السلطة الحالية؟ أعتقد أنه الذي يتفق فيه الشارع الآن هو هناك شخصيات وطنية ربما لو كانت هناك إرادة حقيقية من قيادة الأركان أو استدعت هذه الشخصيات الوطنية التي تلقى قبول كبير من الشعب الجزائري من أمثال أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهم، أعتقد ربما أن هناك تكون هناك ربما تلقى استحسان من طرف الشارع الجزائري. لكن لحد الساعة كل مرة تظهر شخصيات معروف عنها بولائها التام لنظام بوتفليقة ولنظام العسكر، كلهم متورطين يا إما بالإجرام أو بالفساد، ولهذا لحد الساعة ما زال الشارع لا يثق في أي شخصية من الشخصيات التي تم إبرازها في إعلامهم المأجور الذي الآن يروج لما يسمى بالحوار المزعوم أو أي شخص من الشخصيات معروف عليهم بتورطهم مع النظام.